أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جمرت توكايف فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت يوم الأحد وحصل على 70.80% من الأصوات. وحصل أبرز منافسيه أميرجان كوسانوف على 16.2% من الأصوات في هذا الاقتراع الذي كان الأول الذي يجري بدون نور سلطان نظربايف بعد استقالته المفاجئة في آذار مارس الماضي. شغل قاسم جمارت توكايف مناصب عدة في الدولة من رئيس للوزراء إلى وزير للخارجية ورئيس لمجلس الشيوخ، المنصب الذي كان يتولاه حين أعلن نازربايف استقالته. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 77.4% وفق اللجنة المركزية، فيما شهدت البلاد احتجاجات على هذه النتائج.